وللحديث عن اختيار البرلمان رئيس الجمهورية ينضم إلينا في الاستوديو الباحث في الشأن العراقي الأستاذ شاهو القرداغي. أهلا بك معنا أستاذ شاهو. كما يسرنا أن ينضم إلينا عبر سكايب أيضا رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. حياكم الله أستاذ مصطفى. حياكم الله، أهلا بكم وبضيفكم الكريم ومشاهديكم الأعزاء. حياكم الله. لعلي أبتدأ معك أستاذ مصطفى، يعني بالنهاية تم اختيار رئيس للجمهورية لكن بغير توافق كردي، يعني لماذا لم تتوافق الأحزاب الكردية رغم الحديث قبل الجلسة عن التوافق على مرشح واحد؟ من الواضح أن هناك كانت طيلة الأشهر الماضية أزمة حقيقية بين الحزبين الكرديين الرئيسين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني. كان كل منهما يريد فرض إرادته على الآخر، ويبدو أن مرشح التسوية هو الذي فاز في النهاية. في الحقيقة يعني صحيح أنه يسمى مرشح تسوية، ولكن هو بالنتيجة مرشح لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وبالتالي هو مثل هذا الترشيح نوعا من التراجع من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل، لأنه ارتضى بمرشح الحزب المنافس، وإن كان ليس برهم صالح، ولكن يعني معروف أهمية عبد اللطيف رشيد في أو دوره في هيكلية الحزب الاتحاد الوطني، وهو حزب عائلي طبعا. يعني المعروف أنه الحظ الوحيد الذي دفع بعبد اللطيف رشيد هو صلته العائلية بجلال طلباني، كونه عديلة بمعنى زوج أخت جلال طلباني وزوج خالة بافل طلباني الرئيس الحالي للحزب، وهذه هي الحظوظ التي دفعت بعبد اللطيف رشيد إلى الواجهة كمرشح تسوية كما يقال. ومهما كانت الحقيقة الصفات الشخصية لهذا المرشح أو ذاك، يبقى محكوما بإطار العملية السياسية الفاسدة التي أوجدها المحتل وغير الشرعية طبعا، وبالتالي النظام الذي يحكم في العراق منذ احتلاله عام 2003 هو الذي يحكم في الحقيقة، وليس شخص رئيس الجمهورية ولا حتى شخص رئيس الوزراء. نعم أستاذ شاهو، يعني عبد اللطيف رشيد تحصل على عدد من الأصوات بلغت 261 صوتا من أصوات النواب الذين صوتوا، يعني ما الذي يعنيه ذلك بعد أن تحصل بطبيعة الحال في الجولة الأولى على 126 صوتا؟ هل أطلقت وعود للكتل التي لم تصوت مثلا أم ماذا؟ تحياتي لكم وللضيف الكريم والمشاهدين جميعا. حقيقة كان هناك يعني منذ البداية وضوح في أن السيد برهم صالح قد لا يفوز بولاية ثانية لرئاسة الجمهورية، ليس فقط بسبب الخلافات الموجودة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، بل الأمر هذه المرة كان واضحا في الخلافات الداخلية داخل الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان منقسما بين ذراع يؤيد ومعروف بعائلة إمام جلال، عائلة جلال طالباني، يؤيد برهم صالح، وكان يتمثله بافيل طالباني ابنه ورأينا جهوده في بغداد، وذراع آخر عائلة إبراهيم أحمد، السيدة شاناز زوجة عبد اللطيف رشيد، وأيضا هيرو خان يعني زوجة المرحوم إمام جلال. هذه الأطراف كانت هناك يعني صراع فيما بينهم داخل الاتحاد الوطني، وبالتالي كان حظوظ برهم صالح قليلا منذ بداية ترشيح عبد اللطيف رشيد الذي سمي بأنه مرشح للتسوية بين الطرفين. عندما وصل هذا الأمر كان واضحا أن مبادرة دولة القانون نوري المالكي عندما شكر الديمقراطي الكردستاني على سحب ترشيح ريبر أحمد من سباق المنافسة وأيد تقديم أو فوز عبد اللطيف رشيد، كان واضحا بأن هناك توافقات داخلية قد حصلت لتقديم مرشح آخر ليس برهم صالح لعدة أسباب. أولا كما قلنا أن الديمقراطي كان لديه خط أحمر على برهم صالح، ثانيا أن هناك خلافات داخلية أصلا داخل الاتحاد الوطني لا تؤيد الترشيح لهذا الشخص، ثالثا الأطراف الأخرى في الإطار الذين وعدوا
وعدوا برهم صالح بأنهم سيصوتون له أيضا انقلبوا، يعني لم يكونوا عند وعودهم. ولعلنا نتذكر تغريدة بافيل طالباني عندما طالب الإطار التنسيقي بأن المؤمنون عند شروطهم، يعني كتبها في تغريدة وطالبهم بأن يكونوا عند التزاماتهم. ولكن كما نرى دائما في المواقف السياسية لهذه الأطراف أنها لا تلتزم بأي عهود أو أي التزامات، يعني حتى لو كانت هي تعهدتها سابقا هي مستعدة لأن تتراجع عن هذه الالتزامات. وما حصل مع برهم صالح هو يعني نموذج واضح لهذا التراجع، يعني كان هناك تعهدات من هذه الأطراف للاتحاد الوطني لدعم برهم صالح، ولكن بعدها تراجعوا عن هذه الوعود. ورأينا أن السيد يعني لطيف رشيد فاز بأرقام كبيرة، يعني المقارنة لا يمكن أن نقارن بين هذه الأرقام، وبالتالي يبدو أن أيضا المزاد كان شغالا، يعني هذا الأمر يجب أن يكون واضحا. يعني معيار الاختيار لدى النواب البرلمان الكثيرين منهم ليس يعني حسب أهلية الشخص وحسب قدرته وكفاءته، بل حسب أيضا المصالح الذي يأخذها سواء شخصيا أو حزبيا. يعني كل حزب أو كل كتلة أو كل حتى نائب يعني دخل إلى البرلمان بصورة مستقلة يفكر في هذا الأمر. فيبدو أن كان هناك عروض أيضا مغرية، بما أنه سيتم تمرير للسوداني أيضا لرئيس الحكومة أيضا، وبالتالي أيضا مع صعود أسعار النفط هناك أموال طائلة سوف تدخل البلاد، هناك مغريات كثيرة. هذه الأمور قد دفعت هذه الأطراف أيضا للدخول في اختيار عبد اللطيف رشيد مقابل برهم صالح. برهم صالح يعني هل بدأ مسلما الأمر بعد الجولة الأولى، خاصة بعد يعني ظهور النتائج في الجولة الأولى وخروجه من البرلمان، هل بدأ مسلما بهذا الأمر؟ طبعا، وهو يعني أصبح أمام أمر واقع، وشعر أن الضربة لم تأتي من الديمقراطي الكردستاني ولا من الأطراف الأخرى، الضربة كانت داخلية. إذا تذكرنا وعدنا إلى الوراء في عام 2014 كانت المنافسة محتدمة بين برهم صالح وفؤاد معصوم، أيضا كان هناك إرادة داخلية داخل الاتحاد الوطني تسببت بهزيمة برهم صالح وتقديم فؤاد معصوم. إذن السيناريو تكرر هذه المرة، نفس الضربة جاءت لبرهم صالح داخل حزبه وليس داخل أطراف أخرى التي سمحت بتقديم عبد اللطيف رشيد كمرشح تسوية ودعمته خلال هذه الفترة. نعم أستاذ مصطفى، يعني محمد شياع السوداني يتسلم كتاب تكليفه لتشكيل الحكومة، هناك إصرار على تكليف محمد شياع السوداني، ما الذي يعنيه هذا الإصرار؟ يعني أن هناك صفقات خفية تعقد أو عقدت فعلا لتمرير مرشح التسوية عبد اللطيف رشيد كما يسمى، ومقابل الالتزام بترشيح محمد شياع السوداني، وهو عليه الكثير من الملاحظات من بعض أو الرفض أحيانا من بعض الأطراف في البرلمان الحالي. ولكن برغم الخلافات التي أشار إليها الزميل شاهو القرداغي فيما يتعلق بالترشيح داخل أو آلية الترشيح داخل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إلا أن عملية الصفقات السياسية هي التي السرية طبعا هي التي جلبت محمد الشياع السوداني وعبد اللطيف رشيد في صفقة واحدة، وإلا فإن الإطار التنسيقي الإيراني أميل للقرار الذي تتخذه قيادة الحزب الاتحاد الوطني ويعني بافيل طالباني، لكن مع الضغوط التي مارسها بافيل طالباني والوعود التي تقدم بها والتوسل الذي أبداه يوم أمس في التغريدة التي أشار إليها الزميل شاهو، إلا أنها يعني أن هذه الصفقات كانت هي الحاسمة. والتغريدة التي تحدث فيها بافيل طالباني وطلب من زعماء الإطار أن يوفوا بشروطهم أو بوعودهم، إنما تدل على أن كان يتوقع الغدر منهم، وهذا ما حصل فعلا. لو كانت الأمور سلسة في العلاقة بين الحزبين أو في الالتزامات العفو بين الإطار التنسيقي وحزب بافيل طالباني لما اضطر بافيل إلى هذه التغريدة. إذا نرجع إلى موضوع النظام المحاصصي الطائفي والعرقي والسياسي الذي جاء بكل هؤلاء الذين يتسيدون المشهد منذ العام 2003. محمد الشياع السوداني ليس شخصاً
مغموقا ضمن يعني مغموقا بين قوسين او بارزا ضمن الاطار التنسيقي، ولكن الصفقات السياسيه هي التي جاءت به، والمساومات وربما حتى على الصعيد الشخصي كما يبدو. نعم أستاذ مصطفى، يعني برأيك إذن هل حلت الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق بعد اتخاذ رئيس للجمهورية وهو عبد اللطيف رشيد، أم لربما ستزداد تعقيدا؟ يعني هذا النظام يولد أزمات، هو قائم على الأزمات، لا يمكن لهذه الأزمات أن تنتهي، لأن هذا إذا انتهت هذه الأزمات يعني أن هذا النظام مطالب أن يقدم لشعب العراق إنجازات، وهو لا يستطيع أن يقدم أي إنجاز، لذلك أي إنجاز، ولذلك هو يعني يسعى إلى تفريخ الأزمات وتوالدها بشكل كبير وبشكل دائم. الأزمة السياسية ليست بتعني انتخاب هذا الشخص أو ذاك، الأزمة التي يعيشها العراق هي أزمة سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وأزمة أخلاقية، وكل هذه الأزمات المركبة جاء بها الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك للعراق. ما دام هذا الاحتلال وهذا الطبقة السياسية الفاسدة المجرمة القاتلة المزورة المعادية لحركة المضادة لحركة التاريخ تاريخ العراق المجيد، ستبقى هذه الأزمات موجودة. نعم أستاذ شاهو، يعني رغم القصف الذي استهدف محيط البرلمان قبل الجلسة، لكن كان هناك اجتماع لمجلس النواب للتصويت على بطبيعة الحال على اختيار رئيس الجمهورية. يعني بماذا تفسر هذا التصميم في ظل حضور مكثف حقيقة للنواب بلغ 269 عضوا؟ يعني هل هناك رسالة ما أراد إرسالها لجهة ما أم ماذا؟ طبعا هو منذ أيام نحن نرى الكتل الكونكريتية التي يتم نقلها من مكان إلى مكان، وتم قطع العاصمة بغداد والتسبب بالكثير من الازدحامات المرورية. هذا الأمر كان من مؤشرات أن الجلسة ستتم وسيتم يعني اختيار رئيس الجمهورية ومحاولة إنهاء هذا الانسداد الذي يشعر الكثير من الأطراف السياسية الفاعلة داخل العراق أنهم متضررون منه ويريدون أن يجدوا مخرجا لهذا الأمر، وأيضا يعطوا رسائل واضحة للتيار الصدري بأنهم ما يعني ماضون فيما يريدون ويريدون تشكيل حكومة جديدة بقيادة شخص يعني من الواضح أنه مدعوم من قبل السيد نوري المالكي، وهذا هو السبب يعني تراجع المالكي عن دعم مرشح بافيل لصالح عبد اللطيف رشيد، لأنه يحتاج إلى أصوات الديمقراط الكردستاني والأطراف السنية، وبالتالي تنازل عن هذا الأمر هنا حتى يكسب دعم محمد شياع السوداني. هذا الأمر كان يعني مؤشرا واضحا أن الجلسة ستتم وأن الأطراف السياسية إلى الآن لا تستوعب أن هناك أزمات حقيقية بحاجة إلى معالجة. وطبعا أصل أهمية رئاسة الجمهورية هو للخطوة القادمة، وهو خطوة اختيار رئيس الوزراء، وهو سيكون من الإطار التنسيقي الذي تعهد بإدارة الدولة ونجح في إزاحة التيار الصدري، ويريد أن يطوي صفحة مصطفى الكاظمي الذي هو معروف أنه قريب من التيار الصدري. وبالتالي هذا الاهتمام، هذا التركيز، وإرضاء باقي الأطراف من الأطراف السنية والكردية التي كانت ضمن التحالف الثلاثي مع المقتدى الصدر الآن، هي أيضا يبدو أنها توافقت مع هذه المرحلة وقبلت بالإغراءات أو التوافقات التي حصلت، وقد يعني تم نشر بعض التفاهمات بين الإطار التنسيقي وبين الأطراف الكردية والسنية على المرحلة القادمة والتنازلات التي تم تقديمها لهذه الأطراف حتى يشاركوا في الحكومة. ولكن بالنظر إلى منصب رئاسة الجمهورية، يعني أنا كأتحدث هذا المنصب كان منصبا للأطراف الكردية والاتحاد الوطني الكردستاني حصرا، هذا المنصب لم يقدم الكثير يعني إقليم كردستان العراق وحتى لمحافظة السليمانية. يعني إذا تقارن هذا المنصب، طبعا يستطيع أن يقوم بالقيام بالكثير من الأمور على الرغم من أنه يقال أنه منصب تشريفي، ولكن بالنظر إلى تأثيره على محافظة السليمانية وعلى إقليم كردستان وعلى العلاقات بين أربيل وبغداد لم يكن يتمتع بالقوة الكافية، بل كان
كان يقتصر عمل هذا المنصب على الإدانة والاستنكار والبيانات وأحيانا الدعوات. يعني إذا تنظر إلى محافظة السليمانية، الكثير من البنى التحتية والمشاريع قد يقوم بها أشخاص أو أفراد أو شركات، يعني عندك فاروق ملا مصطفى، عندك شركة خيوان التي لديها مشاريع لتبليط الشوارع، مشاريع سكنية، مشاريع إعمار، مشاريع بنى تحتية، استثمار، توفير فرص عمل، هذه الأمور حتى الحكومة لا تستطيع أن تقوم بها. إذن كيف يؤثر هذا المنصب على الحياة العامة للمواطنين أو على العلاقات السياسية داخل هذه المحافظات أو على الإقليم؟ يعني دائما يقال أن هذا المنصب منصب كردي، تماما هو منصب كردي حسب المحاصصة الطائفية التي تم تأسيسه منذ 2003، ولكن انعكاسه على أرض الواقع لا يوجد، يعني هي مجرد منصب تشريفي ويتم توزيع مجموعة من الوظائف للمستشارين، يعني سيكون لكل حزب ولكل طرف حصة أن يكون له مستشار داخل رئاسة الجمهورية، وبالتالي الكل يتقاسم المنصب ولا يكون له تأثير إيجابي على أرض الواقع أو على التفاعلات السياسية. برأيك لن يتغير شيء في زمن عبد اللطيف رشيد أيضا؟ زمن عبد اللطيف، يعني إذا كان برهم صالح فيه بعد سياسي والريبر أحمد فيه بعد إداري، يعني لديهم هذا الأول لديه خلفية سياسية، الثاني لديه خلفية إدارية، الأول مدعو من الاتحاد الوطني بكل قوة، الثاني مدعو من الديمقراط الكردستاني، هذا المرشح الثالث الذي يأتي لن يستطيع أن يلعب هذا الدور. يعني في ظل هؤلاء المرشحين كان منصبا تشريفيا لا تأثير كثير له، فكيف بمرشح آخر يحتاج إلى أن يرضي كافة الأطراف؟ يعني هذا المرشح المشكلة لا يستطيع أن يلعب حتى الأدوار التي كان من الممكن أن يلعبها برهم صالح، لأنه سوف يعاني من الضعف، سوف يحتاج إلى أن يعني يراضي الديمقراط الكردستاني لأنهم دعموه، وأيضا أن يراضي الاتحاد الوطني لأنه لديه خلفية داخل هذا الحزب وكان منتميا لهذا الحزب. يعني وبالتالي هذا يعني هذه الأسباب تؤدي إلى أن لا يستطيع أن يقوم حتى بدوره المرغوب منه أن يقوم به في هذه الوظيفة. نعم، أنتقل هنا إلى الأستاذ مصطفى. أستاذ، يعني هل يمكن أن يعود الصدر من جديد إلى المشهد أم أن الأمور قد تجاوزته؟ الصدر حاضر في العملية السياسية الاحتلالية، قد يغيب عن المشهد بعض الشيء ولكن أصابعه وأدواته موجودة وفاعلة ضمن النظام السياسي المحاصصي الموجود. لا يمكن لميليشيات الإطار التنسيقي أن تهمل ميليشيات التيار الصدري، ولا يمكن للتيار الصدري أن ميليشيات التيار الصدري أن تستبعد ميليشيات الإطار التنسيقي بشكل كامل. هؤلاء يجري التفاهم بينهم وعدم إغلاق الملفات والأبواب تماما فيما بين الطرفين. الصدر كما قلت حاضر وفاعل وسيبقى حاضرا وفاعلا لأن له دور أساسي في هذه العملية السياسية، هو جزء من كل خرابها ومن كل فسادها ولكنه قد يعني قد يقول قائل أنه فقد موقعه ككتلة أكبر في البرلمان. فقد موقعه بسبب انسحابه، ولكن هذا لا يعني أنه يفقد موقعه في النظام السياسي المحاصصاتي الطائفي العنصري الموجود في العراق. نعم، أستاذ شاهو، يعني مرة أخرى وبعد هذه المعطيات التي تفضلتم بها، كيف ترى خريطة الصراع على المناصب في العراق؟ طبعا الذي يعني تأكد اليوم هو أن الأطراف السياسية داخل العراق لم تتعلم من تجارب الماضي، لم تتعلم من التظاهرات والاحتجاجات التي طالبت بالتغيير، لم تتعلم من التحذيرات الدولية، من تصريحات حتى بلاسخارت التي كل هؤلاء يحذرون من أن العراق بحاجة إلى إصلاح جذري وبحاجة إلى تقديم وجوه جديدة، وهم أصروا من جديد على تقديم نفس الوجوه الذي تم تجربتها سابقا، وبالتالي سوف يتم تكرار نفس الأخطاء. والآن هناك يعني تسارع ومنافسة لأخذ المناصب وتقاسم إيرادات النفط التي أصبحت يعني محل إغراء لكل الأطراف السياسية. للأسف ما جرى اليوم وما سيجري خلال الأيام القادمة سيؤكد أن هذه الأطراف لا يمكن أن تتعلم من تجارب الماضي، وأنها سوف تؤدي بتصرفاتها إلى أخذ البلاد إلى مزيد من الانهيار والتراجع
إلى الوراء بسبب هذه السياسات وبسبب الإصرار على هذا النوع من توزيع الحصص، يعني من ناحية المحاصصة الطائفية وتوزيعها بحسب هذه المنظومة التي تم تأسيسها منذ 2003 وعدم كسرها، يعني أن لا يخرج من رحم هذه المنظومة أي فكرة إبداعية لإحداث تغيير أو إصلاح جذري يستطيع أن يلبي الحد الأدنى من المطالب المواطنين. وبالتالي للأسف ما جرى اليوم يؤكد أن المستقبل لن يكون مختلفا وأن الأخطاء سوف تتكرر مجددا، ولا يمكن أن ننتظر نتيجة مختلفة عندما يتم اتخاذ نفس الخطوات التي تم اتخاذها سابقا. نعم، إذن ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ شاهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي، شكرا جزيلا لك. كما أتوجه بالشكر إلى الأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات النظر، شكرا لكما ضيفي الكريمين.